مرحبا أعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فراجرانس باشن كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب حلقتنا اليوم رح تكون عن عطر من دار لانفان الفرنسية العطر لانفان لوم سبور هذا هو الفول برزنتيشن بيجي بهذا الشكل العلبة لون كحلي لون الكحلي الغامق البلو مارين المارين بلو اوكي اوضة بيجي تركيزه ساعة 100 ملي اوكي المعلومات كلها هون بتجي من ورا الباتش كود موجود هون هلا بحط لكم الباتش كود عالشاشة مع سنة سنة الاصدار اوكي العلبة كتير سبور بتوحي بالسبور بالبلو فراجرنس بس هو منو بلو هلا راح اشرح لكم ليه الزجاجة كمان اللون الازرق تقدروا تقشعه العطر بقلبها إلى مثل طفل هيك لا لا تشيلوا الغطاء السبراير اوكي هذا ريحة رائعة هذا طبعا بتردوا الغطاء وبتسكروها هيك مشان ما حماية للسبراير لونفان لون سبور قلنا اوضة ولات والباتش كود من تحت هذا بالنسبة للزجاجة ريحة رائعة هذا العطر تم اصداره عام 2009 من نوع الاروماتيك هو عطر اروماتيك جرين عطر اروماتيك جرين ماسكي في ريحه المسك قويه خاصه بالقاعده اه بالافتتاحيه عنا ليمون الامالفي, الامالفي امالفي ليمون البرغموت الفلفل البابر يعني والبتي جرين اللي هو الليمون وقت يكون معدو هذا بيعطي حديه بالعطر هيك بيتر يعني بيعطي هيك مراره حديه بالعطر الليمون بيكون بعده بس تروح زهره الليمون ويصير ليمون حبه البلاتير ليمون كبيره هذا الباتيجرين عندنا يعني المريميه والخزامه تحلو بالسنديان انا هذا اللي بالقطر بالعطر في بالسنديان مشان هيك بصنفه عطر كلاسيكي له ذات طابع كلاسيكي باتشولي ومسك المسك كتير قوي ريحه المسك على نظافه هيدي ريحه انتعاش المسك النظافة بتحسوها كتير موجودة بالقاعدة هذا أه هيدا العطر لونه ازرق بس ريحته اخضر يعني يا ريت العلبة العلبة كان لازم يعملوها لون اخضر مثل لون العطر الجاكوار او هذا اللون الاخضر والزجاجة كمان لازم يكون لونها اخضر ما له علاقة بالبلو فراغرنس ما في نوتات مائية ما في نوتات حتى شاور جيل منو شاور جيل ستايل العطر عنده جانب منه كتير كبير بالميلة العطور الكلاسيكية الأولد سكول مع هيك طابع تجددي عصري العطر سبور شيك ستايل تخيلوا بملعب جولف أو حقل رماية رماية صحون التراب أو السكيت بكونتري كلوب كله الحشيش الجازون هذا الحشيش الأخضر وحق و... وحق و... الرماية عم تشربوا عصير هيك ب... كلاب مع هذه الرياضات الفخمة قلت اه... لكم الرماية او الجولف هيدا الستايل اه... هيدا ستايل العطر الاداء اه وسطي في يقول وسطي الى جيد خمس ساعات ثبات مع اول ساعة الى ساعة ونص فواحين مقبول وجميل جدا الفواحين غير مزعج أه فيكن تكتروا منه هذا العطر عشرة اتناشر رشة مش اقل من هيك أه مشان تاخدوا نتيجة ما ترشوا اربعة او خمس رشات رح يروحوا أه سدا أه هذا رشوا عشرة 12 خمسة عشر رشة من هذا العطر لتاخدوا نتيجة فصول ربيع وصيف أه بالاطراءات جيد جدا كتير جاب الاطراءات كل ما البس هذا العطر باخد اطراءات بيعطي انطباع ايجابي جدا حواليكم خاصة مناسب للمكتب كمان فيكم تلبسوه بالمكتب تحسو بريحة النظافة ريحة الانتعاش ريحة المسك مستعمل فيه المسك دراي داون رائع جدا بهيدا العطر هيك بعطيكم انتو شعور بالانتعاش تحسوا النظافة طالعة طالعة منكم هيدا طابع العطر السعر الفول برزنتيشن مثل هيدي بين الأربعين والخمسة وأربعين دولار منو غالي العطر ممكن تلاقوا منه تستر محدود الخمسة وثلاثين دولار مش أقل من هيك هيدا هو إذا لون لوم سبور بعتبره عطر ذات طابع كلاسيكي للصيف منعش جدا وفخم وبجيب الأطراقات لون لوم سبور اتمنى اعزائي يكون عجبكم الفيديو ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديده